ربنا ربنا كيف حالك؟ ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله. توقعت يكون سجن، للأسف كان في سجن، ما في مفاجآت لأنه هي محكمة إسرائيلية، محكمة إسرائيلية ما في عدالة مع لما يكون في المتهم فلسطيني، وبالأساس لما يكون محكمة سياسية وأنا محكمتي سياسية من بدايتها لحد الآن. There was no question that that this judge was going to send her to jail, and we're still questioning how come a poetress is going to jail because of a poem she wrote.